دخلنا المحبس الرئيسي عن طريق شركة في المية مش تقريبا في تصاعد حصل، ممكن بقى يكون حتى الله اعلم ايه السبب، لكن حتى هو ماشي عمى عمد صغير وزا بتاع، فدي اللي عملت مشكلة يعني اللي كميته مش حاجة كده في الحالة. ممكن مش كده حاجة عندكم يا عم احمد؟ ايه؟ مش كده حاجة عندكم؟ كده جايبة الولعة ورا وما تتطفاش الخرطين مش طايلها ولا طفي ايه؟ ورا؟ عايزين اي حد بقى يبقى عربية تروح هناك. هو خالد بن محمد الشتة واقف على ده. ايوه مش فاهم. يعني عموما يعني احنا عرفنا مكانه وهيبحث عليه دلوقتي. مين خالد بيه؟ عايزين نشوف المصورة اللي حصلت.